ما هي كلمة صادقة من القلب رغم المشاعر اللي هي كتغلب عليه، فأنني كنحاول نوجه واحد المناشدة السيد وزير العدل. نرجوك سيد وزير العدل في إطار قيم الإنسانية، في إطار قيم الوطنية، في إطار قيم العروبة والإسلام، أن تتدخل لحل هذا المشكل العمومي. الحل ديال هذه المشكلة العمومية اللي خصها قرار عمومي. الحل ليس بالصعب، تتعلن على شي على تنظيم امتحان شفوي. ممكن هاد الناس هادو تلقى معهم حل بإعادة الامتحان أو بفتح تحقيق أو بإلحاق الجميع لاجتياز الامتحان الشفوي، وبعد ذلك تراجع عن النتائج الكتابية ما دامت نتائجها نتائج مشبوهة. ونعيدها، نتائج مشبوهة، ولا يرضينا أن نقبل هذه النتائج. وبالتالي الشفوي يمشيوا له جميع الناس اللي دوزوا الامتحان الكتابي، وتفتح المجال أمام الجميع ونقتصروا على الاختبار الشفوي. أنا كنطلب تغليب صوت العقل. الحل ماشي صعب، ماشي تعجيزي، ما فيش هيبة الدولة، فيه صوت العقل وصوت المنطق. وتنذكرك سيد الوزير، ما تستهنوش بالأرواح، ما تستهنوش بهذه الأرواح. الدراري والبنات اللي معاهم راهما في إطار إضراب مفتوح عن الطعام، راه كل مرة تيحملوا واحد، راه إلا مشات تسقطت شي روح، دمه سيبقى في رقبتك يا وهبي. تنعاود لك نوجه لك النداء، أي روح غادي تسقط دموها غادي يبقى في الرقبة ديالك، وبعدها راه ما نتمنالكش تلقى راسك متابع في إطار جرائم القتل، لأن جميع المناشدات تم القيام بها من طرف هاد الناس. وكنختم باش ما نطولش، سمحوا لي، هو أن ما تيسطر هاد الشباب ما بغيناهش يكون المصير ديال الأجيال القادمة ديال خريجي كلية الحقوق. هادو ولاد الشعب، ولكن كاينه أجيال غادي تجي، ما بغيناش انسداد الأفق أمام ولاد الشعب. هاد الشباب كيخوضوا معركة في إطار التخليق، في إطار محاربة الفساد، وتنتمنى إيجاد حل باش تحل هاد المشكلة ديالهم. سبحانك شكرا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.